وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم عمل حاجتين، عصى وغوى. ربنا عمل ثلاثة، اجتباه وتاب عليه وهدى. لقد عصى آدم قدرا وغوى ندما وتاب الله عليه عصمة وهداه ليكون قدوة لولده في التوبة. وده من مظاهر الحنان الإلهي. فإبليس أعيدها تاني، لقد عصى قدرا وغوى ندما واجتباه الله عصمة وتاب الله عليه هداية ليكون قدوة لولده في التوبة. هذا الأكل من الشجرة كان ليشرف آدم مقام التوبة، لأنه لولا أكل سيدنا آدم من الشجرة ما عرف العالم اسم الله التواب. كيف كان سيتجلى الله لأمثالنا ما لم يكون مخطئ؟ عشان كده سيدنا النبي قال لو لم تذنبون فتستغفرون الله لأتى الله بأقوام يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. هذا يا سادة من مشاهد الحب الإلهي للإنسان. الله خلق الإنسان وشهد له بالضعف بس حفه باللطف. لما خلق الله آدم تجلى له باسمه الودود في مشاهد عدة، لأن اسم الله الودود معناه إيه؟ هو المتعطف بالحب تكرما لمن لا يستحق ومن يستحق. هو المتعطف بالحب تكرما، خد بالك من تكرم، حتى حبه ليه تكرم بالله عليه. لما ربنا يقول فإذا سويته، انت لسه طينه صح، ونفخت فيه من روحي، بأي استحقاق كان لك أن ينفخ فيه من روحك؟ بأي استحقاق؟ إن استحقت الطينة الصلصال الطيني ده أن يكون خليفة الله في الأرض. حتى الملائكة ما كانوش معترضين على إرادة الله في ذلك، لكن حاولوا يستبينوا بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ما هو أنت الطينة دي معروف ان الكتالوج بتاعها بيقول ده هيخرب البيوت، ده مسجل خطر، هي يفسد فيها الطينه بتقول كده، الكتالوج اللي انت مصنوع منه كده. اتجعل فيها من يفسد فيها ها ويسفك الدماء. طب كنت خدت حد من عندنا، ونحن نسبح بحمدك ها ونقدس لك. وبعدين نفخ في ادم من روحه وقال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. طب قولوا لنا الأسماء دي، ما عرفوش. قالوا الملائكة نفسها، كل ملك ما عرفش تجليات وتنزلات ومنازل سعوديات وفتوحات الاسم اللي هو منوط بالتسبيح به. فأعجز الله بآدم الملائكة حيث أخرجهم من فخاري ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى جمال جلال دلال اعتذار لا علم لنا إلا ما الله 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 بآدم. الله أكبر. هذا هو المحبوب الأول، هذا هو مشهد المحبة الأولى للحقيقة المحمدية في طور إنسانيتها. إذا كان ربنا يا إخواننا بيحبنا كده، ما عملناش لسه لا طعنا ولا عصينا، حتة طينة وتحبت أهو أنت كده، أهو أنا وأنت كده حتة الطينة، لكن بدت بجماله وتشكلت بالهيكل النوراني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أهو حبيت واتبعت، يحصل إيه؟ أكيد هدخل الجنة. برضو لا، ما جابش سيرة الجنة، قال إيه؟ قال يحببكم الله. وكأن الحب جزاء الحب، يعني حب وامشي ورا الحبيب عشان تتحب. فسيدنا النبي واسطة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واسطة عقد بين حبين، بين طالب اتبع فصار مطلوب، بين محب اتبع فصار محبوب، بين محجوب اتبع فصار مطلوب، بين سائر اتبع فصار واصل. يبقى حضرة النبي واسطة العقد،
إني أحبك وإني أعوذ بوجهك أن أكون محبا غير محبوب. عايز تبقى محبوب، عايز تبقى مطلوب، عايز تبقى واصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.